وقال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. وآيات كثيرة في كتاب الله تعالى يأمر الله تعالى فيها بالتقوى، وهذه التقوى لها تعريفات. التقوى من الوقاية، أن يتخذ العبد وقاية بينه وبين ما يخافه ويحذره. لذلك قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخافه ويحذره من ربه، أن يجعل بينه وبين ما يخافه ويحذره من ربه من غضبه وعقابه وسخطه وقاية تقيه من ذلك، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليست التقوى بطول القيام ولا بكثرة الصيام، يعني النافلة، وإنما بفعل ما افترض الله واجتناب ما حرم الله، فإن زاد على ذلك فهو خير إلى خير. يعني التقوى ما كثرت قيام بالليل ولا كثرت صيام نافلة، وإنما أولا فعل ما افترض الله واجتناب ما حرم الله، ثم بعد ذلك إن زاد على هذا بأن قام الليل وصام النهار صيام النافلة بعد الفريضة فهو خير إلى خير. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ينادى يوم القيامة أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن، الكنف الستر، لا يستتر منهم ولا يحتجب. قالوا: من المتقون؟ قالوا لمعاذ رضي الله عنه: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة. شكذي أعظم التقوى التوحيد. قال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ كيف نتقي؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين؟ وقال لهم: وقت التقوى الله تدعو بعلا وتذروا تتركوا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ما في التقوى الله قال لهم: فإنتوا الواجب عليكم تدعوا الله وتعبدوا الله سبحانه وتعالى وتجتنبوا عبادة بعل وغيره من المعبودات التي عبدت بالباطل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى. عرف التقوى بثلاث حاجات في الآية دي، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أنت زول تقي، تعمل الأوامر تجتنب النواهي، أنت كذي زول تقي، تطيع الله سبحانه وتعالى ما تعصيه، أنت زول تقي. قال لك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا شنو؟ مع الراكعين. طوالي تجي تصلي في المسجد وتصلي النوافل في البيت، الفريضة في المسجد،
قال لك وبالوالدين إحسانا، طوالد بير شنو؟ الوالدين. فتفعل الأوامر وتجتنب معصية الله سبحانه وتعالى. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. تذكر الله كثير. الله سبحانه وتعالى قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وذكر مجموعة من أوصافهم وذكر هؤلاء، ثم قال في نهاية الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تذكر الله كثير. زول ما بيذكر الله ده، ده زول غريب ذاته، والله زول غريب. هس زول قال له قوم صلي بالليل، صليك 6 ركعات، ممكن يقول والله فتران والشغل حار وأنا شغال في فرم ولا شغال طلبة في بنيان ولا حدادة تعبان يا أخ، مسافة تمشي أتوضى والكدي وبعدين أقيف أصلي. لكن زول قال له أذكر الله، دي دار لا عضلات. في زول يوم مسك لسان وقال موجعني عندي شد عضلي بتاع لسان، لسان ده ما بيدعب في النهاية، الناس بتتكلم والله إلا يشاء ربي شيئا. فكون زول ما بيذكر الله ده، ده زول مش كسلان، ده ما موفق، ما موفق، نسأل الله العافية. فتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وتذكر الله بالأذكار الشرعية، مش تجيب لك أذكار ساي وحاجات اللي بيجيبوها في المدايح دي والأشياء دي ما أنزل الله بها من سلطان. زول عينه للأذكار الشرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري، آخر حديث في البخاري ختم بالكتاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان. شوف عليك الله قال عن الكلمتين دي شو، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مش كلام سمح يخلي الأذكار دي تلقى شغال هو 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 بتهوي ومالك انت. في زول قال لك قول هو تهوي ومالك، والله يقول لك يا أخي هو ده قاصد به الله، يقول لك الله قال الله لا إله إلا هو. واحد ناقشته في جامعة النيلين في ركن، بعدين خشى قال لي هو ده الله، قال قلت له يا ولدنا يا أخونا، قلت له هو ده ضمير، خلي عندك ضمير، هو ده ضمير في اللغة. وهنا رجع الله لا إله إلا منه، هو رجع لله. في آية ثانية الله قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم شنو؟ الشيطان. كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو دي ذاته وقبيله من حيث شنو لا ترون. ها هو دي ده الله ولا ده الشيطان؟ هنا ده الشيطان. كيف تقول هو من أسماء الله ولا تذكر الله به؟ فيخلوا الأذكار السمحة، يجيبوا الأذكار المبتدعة، وكلها حاجات جابوها لقطا من المدايح ومن الطرق المنحرفة وكلام ذاته ما أنزل الله به من سلطان. ساري الليل للقرد قرش، ما هو الحبوب، ما هو الأخبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرك تش. هسي ده ذكر؟ شو كهرباء ده ذكر باقي لك؟ والله دخل بلياء طلع كيكي، ما هو الفجل، ما هو البامبي. هسي ده دين؟ بامبي وفجل دي ملجة يا أخو ولا دين يا؟ وتلقى يزعل. ده دين يا جماعة اذكروا به والله سبحانه وتعالى. انت عارف الناس ديل بينوموا، الاذكار قاعده في الكتب، بينوموا وبيصحوا بذكر جديد. القاعدات دي ما عجبات النوم، والله الذي لا اله غيره. زول قال لك الرسول عليه الصلاه والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان، لا دارات نوبه لا عرقان لا الفت تمتوم حمتنا النوم
وهو لا يجن ولا دار تعب، خفيفتان على اللسان، قاعد متوضي تقولي، ما متوضي تقولي، جنب تقولي، مغتسل تقولي، صحيت بالليل في سريرك راقد تقولي، بس قاعد تقولي، واقف تقولي، ولا دار طي تعب ذات، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. الزول يوم القيامة لما الميزان يبقى ثقيل ده مش خلاص الله نجاه؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون في سورة المؤمنون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون إلى آخر الآيات. ثلاثة قال حبيبتان إلى الرحمن، والله سبحانه وتعالى لما يحب العمل معناه أنت لما تعمل العمل ده الله بحبك، وإلا العمل ده بحبه بس هو، ولا العامل للعمل ذاته الله بحبه سبحانه وتعالى. فلما يقول لك الكلمتين ده كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تخلي ذكر زي تخلي أذكار كثيرة جدا. فلذلك وده مثال واحد، وإلا أمثلة كثيرة في يعني السنة في بيان الأذكار الشرعية الواردة. وأن يذكر فلا ينسى، تذكر الله بلسانك وتذكر بقلبك وتذكر تتذكر ما تنساه سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثلاثة قال وأن يشكر فلا يكفر، تشكر الله سبحانه وتعالى من التقوى، قال تشكر أداك نعم. هس الناس إلا من رحم الله، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل اللي بيشكر الله كذا. أسألهم أسألهم أسأل زول تلقى عمك كبير قل لها حاجة ها كيف؟ الله يقول لك الشباب فات والمرض كثير والأدوية وغايته القضروف وما بعرف، والركب دي مريحانة والعيون ويا حليل الشباب. أيوة أنت محتاج ترجع شباب، يعني ما شاكر لله الله بجنبه من الناحية دي. أي طيب أمشي للشاب، مش عمك قال أرجع شاب؟ أمشي أسأل لك شاب قول له السلام عليكم يا شاب يا ظريف إن شاء الله كويس الحمد لله. أها كيف حالك يا أخ؟ والله يقول لك يا أخ والله إذا تزهجنا بلد دي ملانة فتن، حفلات شغالة وبنات متبريات وما لاقين نتزوج، وتقربنا ننتحر ذاته يا أخ. ده الشاب تلقاه متضايق، تمشي المرأة تسألها يا مرأة كيف؟ والله تقول لك طقم بتاع عدة جابوه بيا جاي والله بس قروش ما في، زهجانة برضو بيا جنب. تمشي زول تلقاه منصب تسأله يقول لك زهجانين، زول لاعب كورة زهجان وما دي جت والله إلا من رحم الله تعالى. والكلام بالعموم، فلذلك أنت عارف إنه الله قال في القرآن وقليل من عبادي الشكور، قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. زي السي الأيام دي عشان الناس دي جايطة الغلا والسكر والعيش والبنزين، ما تشكروا الله. زول يا جماعة تلقى عنده سمع، ناس السي قاعدين في المستشفيات مشكلتنا الاثنين، لك والله وجع اللضان ده لا تقول لي وجع ضرس لا وجع بطن لا أي، بس اللضان دي خطرة مرة واحدة، لا تقدر ترقد تخدها في المخدة ولا تتقبل بيجاي، شغلة دي صعبة. انت الله اداك اثنين وكاملات ببرة وبيجوا بيسمعن، دي ما دار شكر؟ اداه بصر، ناس عميانين اداه البصر يشوف، بدل يشكر الله يعين به للطاعة للقرآن وللكتب ويملى بصره فيما يرضي الله تعالى، تلقيه يتفرج الموبايل، شوف الله اداه يد وداه قروش نزل رصيد وداه موبايل ويد تانية ماسك بيع وداه بصر وشغال يشخط ويجيب الفيلم ويحضر
والله الذي لا إله غيره. شكذا رب العزة والجلال قال وقليل من عبادي الشكور، دي المرة الثالثة أكررها. ليه؟ لأنه قليل اللي بتلقاه يقول لك الحمد لله، والله ما دارين أي شيء بعد إلا الله يرضى علينا بس، لكن في الدنيا دي ما دارين شيء. واحد يقول لك الملابس غلت يا مولانا، أنت عندك كم جلابية؟ الله يقول لك كتار غايته. والله واحد قال لي عندي 50 جلابية، 50 ده بغسل بعد كم ما بعرف، 50 يعني ده ذاته زول يعني. شوف شوف الناس، وبعد ده يقول لك شنو الشغلة غالية، تلقاه شبعان ويقول لك الله الطلب بقى غالي. يا أخي ما تقول الحمد لله، ما تقول الحمد لله. يا أخي في ناس جو من بلد حروبات وجو واقفين في الاسطوب، تلقى بنات شابات وتلقى ناس مشردين وناس ما لاقين بيوت وناس أطفالهم فقدوهم في حروبات، وناس الواحد يجي من بلده أمه ماتت قدامه أبوه في حرب، ده كله إنت الله عافاك منه ما تشكر الله. وده كلكم نعمة الإسلام دي ما دار شكر. العالم ده فيه كم؟ قبل فترة قالوا 7 مليار، 7 مليار فيهم 6 ده البر الشبكة، المسلمون 1 مليار، 6 ديل ما شنو ما اهتدوا للتوحيد. والمليار ذاته اللي هو المسلمون، تعال شوفوا جوا الحاصل عليه شنو. واحد يقول لك مسلم تقبضه تقول لي انت شنو، والله يقول لك غايته نحن شيعة. القرآن كيف؟ القرآن رأيك فيه شنو؟ القرآن ده محرف عندنا مصحف فران. ايوه. والصحابة كيف؟ نقلوا الدين احسن ناس، دل كلهم كفار إلا 5 ولا 6، علي والمقداد رضي الله عنه والحسن والحسين إلى آخره. وإنت مسلم أي، والقرآن محرف أي. يا أخي كذا تشوف لك واحد مع 6 ذيلك 6 مليار، أها والبعد وإنت شنو؟ والله يقول لك أنا تجاني عديل كذي. لا يقول لك تجاني عديل كذا، فهمنا التجانية دي يعني فهمنا حاجات فيها. والله لأن شيخنا قال رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في صحراء سيناء. أنا دار أوريك إنك تشكر الله سبحانه وتعالى، ولازم الموضوع ده يخش. ولا كيف يا بدر الدين؟ أنت ما قلت لي خش، لكن الموضوع ده ما طويل والله. بعدين شنو التجاني؟ قال لاقى الرسول عليه الصلاة والسلام في صحراء سيناء يقظة لا مناما، عديل لاقاه وأعطاه صلاة الفاتح الواحدة تعدل القرآن 6000 ختمة، واحدة بس صلاة الفاتح. أرجح جواهر المعاني والفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني، دي طريقة هسه توصل لله سبحانه وتعالى. والله واحد عمك كبير هسه توفى في مبدأ، كان مهندس وكان برا السودان، قال لي لما رجعت البلد جابوا لي واحد مصري قال لي تخرج من الأزهر، وهل اجتمعوا قالوا يناقشني عشان رجعني للطريقة التجانية. قال اديته نسئلة، قلت له أن الرسول كان تجاني صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لي لا. أبو بكر عمر رضي الله عنهما الصحابة كلهم كانوا تجانية؟ قال لي لا. قالوا لي لا. الأئمة 4 كانوا تجانية؟ قال لي لا. طيب أنا لو بقيت مسلم وما تجاني بكون كافر؟ لا خلاص أنا دار أكون كذي بس، ما دار أخش في الطريقة التجاني، مش انتهى من الموضوع ده. ولذلك انت في نهاية المطاف دي طرق تدعو إلى الباطل، والله الذي لا إله غيره. ديل برضو قاعدين تجي بإجاي طريقة تانية قادرية. ده في 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 المليار ذات المسلمين، مسلم تلقى بسكر ومسلم بتاع غنى ومسلم أخو مسلم ملخبتة ومسلم ما بعرف أنصار مهدي ومسلم بيجاي سروري ومسلم بيجاي حزبي، موضوع ده ما طويل. ومسلم بيجاي هذول شغلة طويلة جدا، والله الذي لا إله غيره. إنت الله يعافيك من الشبكة دي كلها، وده بيجايتي قادري وداك سماني وده ختمي وده 90 وده ذاته مالون النازل، مالون النازل.
الإسلام الأمر العتيق معلوم ما بينه، لما تحزبوا جماعات وأحزاب وطوائف وإلى الله المشتكى، وإن طبقت الإسلام إعادوك. الإسلام ذاته إن جيت طبقته في نفسك وفي أهلك والله تجد العداء. كنا في الداخلية شاب جانب الليل ما قادر ينوم قريب 12 والله الذي لا إله غير، قعدت معه ما لك يا زول صغير، قال لي يا أخي أنا صليت مضايق، قال لي صليت الخمسة وكات في الجامع، أهالي خافوا علي قالوا الزول ده مسحور، خمسة وكات بس في الجامع قالوا الزول ده مسحور. هو المسحور بيصلي خمسة وكات في الجامع؟ يعني بيصلي خمسة وكات وهو شاب يلاوزوا منه يقول لك ده أوه يلا يستر يا أم الحاصل شنو؟ وديب جاي بيت تلقاه تتنقب تلبس الزي الشرعي، أبوها يمسكها تقوم 18 19 20 21 22 23 24 سنة 25 سنة، يا بنت ما تتزوجي؟ والله قالت أبوي قال إلا صوفي، غير صوفي ما بتتزوج. ويجي صاحب الدين والخلق يردوه، واحدة ثالثة يقعدوه ثانية، يا الجامعة يا الحجاب النقاب، لكن كونه تمشي موكمة كذي تمشي الجامعة، شوف الناس دي عليك الله والحاصل شوف. تقول لهم يا أمة أنا بركب المواصلات 25 راكب يعاينوا لي دي سيئات، وامشي الجامعة وفي الطريق ناس وفي دودة، لا يقول لا بس يا دا يا دا. وبلاوي كثيرة عدا لدين الله تعالى والله الذي لا إله غيره. انت تجي ماشي في الشارع يقول لك أبدك إنجا، ما في زمن الصحابة ما في زول بيقول أبدك إنجا، كلهم كلهم عندهم شغلة ما في، حس يقول لك الليلة الجماعة دين جو وانتوا ما جيتوا برضو في شنو ذاته، ما نحن جينا وانتوا جيتوا في شنو يا ناس. ومصائب كثيرة جدا والله الذي لا إله غيره. ولك الدواعش ديل، وتلقى داعش لما نيجوا، داعش ما طبعا على انحراف، لما نيجوا ما يقدر يناغشون إلا الزول ده ذاته اللي بيسخروا بيه، اللي بيقول لي تنا داعش. هسي لو جبت داعش قلت له، قلت للصوفي كذا ناقش الداعش ده ناقش حجج، الزول لو جيب لك حجج وانت رد عليه يا صوفي تقدر؟ يقول لك والله الزول ده عنده حاجات كذا بجيبه. تجيب اخ مسلم تقول لنا اغشى الداعش ده يغلبه، بعد شويه يجيبك انت يقول لك تعالوا السلفيين والله انتوا بس بتقدروا على الجماعه دي بتحاجون الفتوى دي ودي كذي وده الصح كذا وده والى اخره وتفسير الايه كذا والحديث الاول كذا والثاني كذا. انت تجي قدام تناقش الداعش لما الداعش حجته تنقطع، بعد يومين يقول لك الله الجماعه دي دواعش يا زول. الزول لما جيت تقدر تتناقشوا؟ ما ناقشت لك انا ذاتي. ومواضيع طويله جدا يا امه، فلذلك الناس تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه العظيمه. ونحن والذي رفع السماء لا ندعو الى شخص اليوم، ولا ندعو الى حزب ولا الى جماعه ولا الى جمعيه ولا 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 ولا، وانما الى الله تعالى، الى الله واتباع الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ما في شيء ثاني. هبقى حر بس حر، واشكر الله على هذه النعمه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالعمل. الله اداك يدين حركهم في الطاعه، صافح بين المسلمين الرجال، ارفع بين الاذى عن الطريق، وهكذا. أداك رجلين أمش بين للعلم تعال للدروس، أمش بين صلة الرحم شيال فيها نفع، ده من الشكر. أداك بصر شغله في الطاعة، أداك سمع شغله في الطاعة، أداك موبايل بدل تملاه غنى وكلام فاضي ورسائل ما منها فائدة وكلام بتاع ناس في النهاية بس كلام زايد. والله أداك عربية، أداك محل بدل تكتب لك كلمات ما فيها فائدة، كم ركشة لقيت مكتوب فيها الوجع راقد؟ هالسيدي فائدتها شنو الوجع ده؟ تمشي محل تشرب جبنة ولا شاي تلقى مكتوب حاجات. الدائرنا في حدق العيون من خدته والمابينا
زي صفق الشجر من حته. يا زول تحته شنو ذاته وتخته شنو؟ كلام ذاته فاضي وكلام ما فيه أي فايدة. لذلك الناس دي الناس دي تشكر الله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره. هس ده عليك لو كتب ورا في عربيته لو كتب بس توب سريع ما في زول بيقراها بيستفيد؟ اقرا توب، توب دي بيسمعها كثير، سريع دي يقعد يفكر يعني اتوب بس قبل الموت ووك والله الشغله دي. بعد شويه جدع على الصعود السجائر، بعد شويه امور وضحت، صلى في المسجد بكلمه بس قراها وانت ماشي بعربيتك، يوم القيامه تلقى اجور عظيمه. تقول دي من وين؟ يقول لك بالكلمه اللي كتبتها دي. لذلك الناس يعني تستخدم وتستعمل هذه النعم في طاعة الله تعالى، بدل شغال رسائل كيف أصبحتوا أصبحنا سودانيين، يعني ده نصبح شنو يعني؟ وكيف أمسيتوا والحاصل شنو؟ يا أخي اكتب حاجات مفيدة، اكتب لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كذا وكذا، في صحيح مسلم كذا وكذا، أديهم فائدة يقروها يمشوا يرجعوا لله سبحانه وتعالى. وكم جلسنا مع شباب واحد يقول لك والله انا استغمت بسبب مقطع بس لقيته، بس مقطع ده بس لقيته في النهايه بقى لي سبب بتاع استغامه، سمعوا كذا والميم بقى سبب خير، والزول اللي كان سبب له ما جايب خبر، ويوم القيامه اذا قبل الله منه وجد الاجر العظيم. فهذه التقوى تكون كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال ابن المعتز رحمه الله تعالى: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ما تقول الذنب ده صغير، قال لك الجبال دي من شنو؟ من الحصى، دي حصى ودي حصى وحصى، بيبقى بعد شويه قدر الجبل. فانت تقول دي صغيره ودي صغيره ودي صغيره، بعد شويه تكون سبب هلاك لك. عشان كي انسان يتقي الله سبحانه وتعالى، دي نقطه في تعريف التقوى. ملخصها كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فعل الاوامر واجتناب شنو؟ النواهي. ونحن نقول فعل الاوامر واجتناب النواهي وهي أضبط من قول فعل الفرائض واجتناب المحرمات، لأن الأوامر منها ما يؤمر به على سبيل الوجوب، ومنها ما يؤمر به على سبيل شنو؟ الاستحباب. والنواهي منها ما ينهى عنه على سبيل التحريم، ومنها ما ينهى عنه على سبيل الكراهة. فإنت أي أمر لقيته طبق طوال إنت بتكون تقي. تقي. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بعدين التقي ده تلقوا مبتلى في الدنيا دي، والله يكون مبتلى، يمشي السوق البصر، وده من أكبر الابتلاءات الآن من ناحية الشهوات، يعني من أكبر الابتلاءات الآن اللي بتواجه كثير من الذين يريدون الاستقامة أو الذين استقاموا. إطلاق البصر في الحرام، بصر قليل والله الذي لا إله غيره، اللي بيغض بصره قليل إلا من رحم الله تعالى. يركب المواصلات يتلفت يتلفت، يعاين بيجاي وبيجاي. عمك تلقى كبير عمره 80 سنة برضه بعاين، يا حاج ما تخش جوا البيت تلقى خدت له كرسي برا ويعاين يتفرج. البيت تجي ماشي وذاك يجي ماشي او ديك تجي ماشي ويعاين، يا حاج ما تخش جوا انت لا عندك شغل ولا ايش، الحمد لله اقرا قران، سبح، استغفر، اجتهد في الطاعه، لما يجيك ملك الموت تكون مستعد. ولك دارين نفرق شويه، ده 80 سنه ما فرق، ده فرق 200 ذاته، ده ضيقه ده بزحمتين ذاته يحيرك والله الذي لا اله غيره. ده غير شباب، شباب كتار تلقى محلات تمشي بجاي تحلق شعرك تلقى صور، وما تمشي وين محل بتاع بغاله
برضو تلقى صور صابونة يدوك فيها صورة بتاعت بيت. أي شيء دخلوا في البنات، أي شيء دخلوا، جرائد بنات، ما الكورة ذاته تلقى المذيعة كورة تلقاها بيت. وثم إنه ذهب إلى خط 18، يا بيت انت بتقدر تخشي 18 دي؟ انت تدخلك شنو في الكورة دي؟ وديل عندهم 3 نقاط، وانت ذاتك دار وقفة 3 نقاط يقيفوا معاك فيها. والله الذي لا إله غيره، نقطة في التبرج ده، ونقطة في المحلة دخلتيها دي، ونقطة في انك تستقيمي على دين الله سبحانه وتعالى. الموضوع ده طويل جدا، لكن في نهاية الأمر انت تتقي الله في بصرك وفي سمعك، وإذا وقعت في الذنب تستعجل وتسارع إلى الرجوع، بالرجوع إلى الله تعالى. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. بعدين نقطة ثانية، التقوى لا تكون في مكان دون مكان، وإنما تتقي الله في جميع الأمكنة وفي جميع أحوالك. جاء في سنن الترمذي وحسنه، وحسنه أيضا الألباني عليهما رحمة الله تعالى، من رواية معاذ رضي الله عنه وغيره من الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وش تتقي الله قدام أصحابك، ولا تتقي الله قدام الأهل، ولا في البلد بس؟ لا، حيثما كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كوقعت في سيئة توب واعمل لك حسنات. وخالق الناس بخلق حسن، خلي أخلاقك مع الناس شنو؟ طيبة وأخلاق حسنة. فقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، فيها أن التقوى ليست في مكان دون مكان، وليست في حال دون حال، وإنما في جميع أحوال العبد وفي جميع الأمكنة يتقي الله. لأنه في ناس بيتقي الله برا، في الناس تلقى في المواصلات طيب، وتلقاه ما شاء الله فيه خير، يجي عمك كبير يقوم له يقول لا اقعد يا حاج، ويجي تاني مرة ما قادر تقيف يقول لا اقعد، وإلى آخره. تلقى في البيت في أولاده ما بيتقي الله سبحانه وتعالى، تلقاه شديد على الأولاد وينهر وينبز، وتشوفه برا تقول ده أحسن زول، تشوفه جوا البيت تتعجب منه. ولا يتقي الله في أبنائه، يملون الديجيتال خاتيو أكثر البيوت. والله أنا مرة طلعت محل عالي زي السطوح في بحر الكلام، ومعاي أستاذ، 2 كنا أساتذة. المهم قال لي: عليك الله عين في البيوت دي، أكثر شيء ظاهر شنو؟ هاي أنت كذي أشوف لك حاجات بيوت كثيرة زي الحمام في البيوت البعيدة. قال لي: شفت الطبق ده؟ ده أكثر شيء، بيت تلقى جالوس ما عيب، ما مشكلة، ما كويس، وتلقاه ده رجع تخد جوا تلقى تلقى ما فيه كاميرا، العود ذاته الماسكة الشغلة مشقوق، بدأ يصلحوا البيت الديجيتال قاعد برا. والله الذي لا إله غيره. وديل يقول لك العيشة بجنيه، وديجيتال أقدم أصلها بتبقى بجنيه. ناس قاعدة يا أخت ساهر في المعصية، أفلام وما بعرف مسلسلات وأشياء كثيرة جدا. والله الذي لا إله غيره، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولك الأولاد مرقوا من يدنا، الأولاد ربيتهم كيف يا أخي؟ امرأة عمران قبل ما تلد قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. من البداية خاطبت الله سبحانه وتعالى، إذا صح التعبير، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قبل ما تلد قالت: يا الله الولد ده بعد إمره بس ده ليك إنت، يخدم البيت
وإلى آخره، ومحل العبادة وللدين. فلما وضعتها قالت ربي إني شنو وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى آخر الآية. قبل ما يلد الولد نية طيبة. هسي قبل ما يلدوا يقول لك والله زوجنا غايته دارنا نجيب لنا كم ولد كذي، هالزول الظروف دي بعد يكبر بيساعدوه غايته بعد يكبر، يعني هم أم يكبر وبس ولد ده شنو مال الدين. أنا والله استغرب، أنا ما لقيت زول قليل قليل غايته، الله أعلم ما بتذكر زول قال ولدي ده دكتور وده مهندس وده بيشتغل تلاقوه في السوق وده مركته للدين، ولدي ده بس شفته مركته لدين الله، يحفظ القرآن ويحفظ السنة وينشر الدعوة دي بين الناس وأنا بساعده. لاقاكم زول زي ده يقول لك والله الود ده الله يحفظه ماله، والله شاطر شطار الرياضيات دي غايته ما شاء الله، سين مع صاد بيجوبيكن سوا وما بعرف ايه ما والفيزياء دي برضو ما شاء الله الموجب مع السالب وشنو اذا كذي والى اخره، وذاك بغادي الكيمياء يا ناس ناقصين كيمياء بالنسبه للولد يعني ما قدامه ديلك الموضوع ده ما طويل. لكن في نهايه الامر الولد يربوه على تربيه دنيويه، فلذلك في نهايه الامر انت الواجب عليك ان تتقي الله في ابنائك، فلا تدخل عليهم ما يفسد عليهم دينهم واخلاقهم. البنت تلقاها متبريه يجي ينكر عليها، ده لو انكر ولا بنتي لبسك ده شين كيف ما بتلبس شين ويفتح ظرف في المسلسل. البنت قدوتها من الصحابيات ما قرت السيره، البنت بتعرف الفنانه الفلانيه والممثله الفلانيه والمسلسل الحلقه الاخيره، تلقاها في المسلسل وما تعمل في الملاح، وهي في المسلسل وما تقوش وتمشي وما وكلام طويل جدا، وديك بيغادي حبوبتها تغسل في دومة وهي تحضر الدخلات دي تلدمنه في البيت ده زولك ده ذاته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول شنو عن رعيته، فتربيهم على طاعة الله سبحانه وتعالى زي ما كانوا زمان السلف بربوا أولاد على الطاعة، كانوا بربوا أولاد على الطاعة. إمام مالك أمه تقول له اذهب، يقول لك اذهب إلى ربيعة الرأي فخذ من أدبي قبل وسمته قبل علمي. والإمام أحمد صغير في السن 14 سنة أمه تديه جراب تديه المهم فيه عيش اللي هو خبز يابس، نقول له اذهب فاطلب العلم، أمه من صغير طوال يمشي يطلب العلم. وهكذا يتعلمون ويستفيدون ويصيرون أئمة. وحمزة رضي الله عنه يسوق معاول الصيد الزبير بن العوام، وصفية أمه ترسله مع خاله حمزة يمشي يصطادوا هناك الأسود وغيره وكذا يمشي يواجهوها في الغابة، فلذلك كانوا يربون أبنائهم على الخير وعلى الشجاعة وعلى القوة وعلى 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 وعلى. هس يا أخي والله والله الذي رفع السماء يحكوا لنا أشياء تشيب منها الرؤوس، ولولا أننا لا نريد أن نكون سببا في انتشار الشر ومن وجه نريد فيه به الإصلاح لذكرنا بعض المواقف المؤلمة من الشباب البيبيعوا أعراضهم عشان يشربوا بنجو ويعمل ويفسد ويفسد ويفسد، وكلها تربية في نهاية الأمر. فتتقي الله في أبنائك وتتقي الله في والديك وتتقي الله في الكل تقوى الله تعالى. فإذا صار العبد تقيا فإنه يحظى بثمار، الله سبحانه وتعالى بيدي ثمار، أولى هذه الثمار محبة الله تعالى. الزول يا جماعة لما نبقى تقي
الموضوع ده ما داير صبر. إنه من يتقي ويصبر، التقوى دي دار صبر، والله دار صبر. شهوات منتشرة وانت ثابت ثابت يا خسي. في شباب والله رجال رجال، واحد يدعو للمعروف، والله قبل أيام اتصل بي واحد من برا من فرنسا، قال لي أنا من الدولة الفلانية، وذكر لي دولة ماذا أسميها من المسلمين في فرنسا. قال لي في بيت عامل لي سحر 10 سنة، والسبب إنه دعتني للمعصية وأنا رفضتها. 10 سنة وصابر ثابت، أو ثابت إلى الآن، أسأل الله يثبته ويصرف عنه الشر. ديل كتار مش بيمشوا للمعصية، تجيهم في محلهم وفي بلد بتاعت فجور، يكون مشى لشغل ولا أو مضطر إلى آخره، مشى لضرورة. فالمهم بعد ده يكون ثابت ويبتلى ويثبت، مش يمشي يفتش للمعصية. تاخذ تجيب الليل تتأخر في مستشفى ولا مع زول ولا كذا، تجي العربات في الشوارع مظللة يقيفوا للبنات، انت تقيف غبش كذي لما قلبك يقيف والبرد يضربك، ما في زول بيقيف لك والله. تجي البيت دقيقتين تقيف يجي ونزل القذائف، تفضلي ما تشوين بس راح يمشي طوال. ده لله شغلته دي، ده بعمله لله تعالى. وهنا واكين في الشوارع شاب في وسط الفتن دي والمعاصي، كونه يكون ثابت والله ده موفق، وده زور راجل. فده الله بحبه سبحانه وتعالى، الذي يتقي الله يحبه الله. الدليل في سورة التوبة في آخر الآية الرابعة وآخر الآية السابعة، آخر الآيتين واحد، ختم الله الآيتين بقوله تعالى إن الله يحب المتقين. ولما الله يحبك في علامات منها إنك بتبتلى، لما الله يحبك بيبتليك. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فبتبتلى، وبعدين الزول بيحب الله سبحانه وتعالى تلقى محبوب في وسط أهل الخير. شكي في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل في لفظ فأحببه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. تعالي شوفوا من بعيد تقول والله زول لا ارتحت له، والله بتعرفوا لك كم سنة أقول لك والله ما بعرفه، لكن بس ما شفته كده ارتحت له. ليه؟ لأنه الله شنو بيحبه وجعل له القبول شنو في الأرض. من ثمار التقوى 2، التقي الله بيفتح له في الرزق. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. زول يقول لك والله أنا شغال صعود لي فترة غايته فيها قروش، لكن هسي الشغلة دي قالوا حرام، لأن والله قالوا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وها طيب كيف المسألة دي؟ كيف الله يخليه؟ لا الشغل ده والله فيه قروش كثير، العيش صاح بقت بجنيه، الكيس بقى بأربع كيس الصعود. وكلمني زول ما قاعد أسفر، لكن كلمني زول والله يقول لك الشغلة دي ماشى يقوم يخلي الشغل ده وفيه قروش، لكن محرم خلاه لمنه لله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له شنو مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول لك والله شغالي في بنك صح في وربا، لكن نعم شنو مولانا الشغله دي فيها مكيف وعربيه ومشت وما افتعب وشاكل بنطلون مع القميص والقاشي المع وامور واضحه، لابس نظاره وقاعد في الكمبيوتر في محل الربا
محل يحارب فيها الله تعالى. يقول لك أها نسوي شنو أمره؟ شغلة دي ما برا حارة مولانا، الشغلة دي ما حارة. ومن يتق الله يجعل له شنو مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حديث في المصنف ابن أبي شيبة وفي السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره البغوي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أو روعي أن نفسا لن تموت، مش انت نفس لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب شنو رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. تتقي الله بيجيك الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث شنو لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بعدين يا أخي القروش لو كترت ما فيها بركة، في الدنيا دي تعباك وفي الآخرة حساب، والله تلقاه بتاع سجاير قروش ماشية وجاية وهوك إلى آخره، بعد فترة تلقاه يقول لك الله زول ده جاءه سرطان، قروش وجت تكملها ما بتسويش الزنا. فهذا الرزق مكتوب وهو من عند الله تعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالزول يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يأكل الحرام الذي يغلق له باب السماء، يمد يديه إلى السماء كما في صحيح مسلم، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. وقال قبلها وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ثم قال في ختام الحديث فأنى يستجاب له، وفي لفظ فأنى يستجاب لذلك. الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. ثلاثة من فوائد التقوى: محبة الله، الرزق، تيسير الأمور. الله بيسر لك أمورك، والله الذي لا إله غيره. في ناس كتار قايل نفسه أموره بتتيسر بالذكاء، ولك الحياة دي ما بقيت مفتح موضوع ده بتدعب شديد، ولنا والله أي شيء نلف وندور كذا لما نصليه في النهاية. لا لا، الله قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أربعة من فوائد التقوى: أنها سبب لتكفير السيئات. الزول يا جماعة لما نبقى تقي الله بكفر له سيئاته. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. خمسة: الإنسان لما نبقى تقي الله ببصره، بيعرف طريق الحق من طريق الباطل، بيوفقه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، يعني بيهديك تعرف الحق من الباطل سبحانه وتعالى. ومن فوائد التقوى أنها سبب للنجاة يوم القيامة عند الصراط، صراط الجسر المنصوب بين ظهراني جهنم، جسر عظيم. في صحيح البخاري وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف، منها أنه له خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان، طريق مضحضة مذلة تزل فيه الأقدام، وبعدين مظلم وتحته النار، وبين ظهراني جهنم، يعني بعيد مسافته بعيدة جدا، وأرق كما جاء في شرح السنة للبربهاري بتعليقات شيخ الفوزان، قال أرق من الشعر، من سبيبة الشعر يعني، وأحد من السيف، قال الفوزان وأحر من الجمر، تحت ذات النار، والزول يطلع فيه.
الزول التقي ده الله ينجيه هناك. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها شنو جثيا. كذلك من ثمار التقوى أنها سبب للنجاة من النار. قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها شنو الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر الآيات. ومن ثمار التقوى دخول الجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن ثمار التقوى أن التقي من أولياء الله تعالى. دار تبقى ولي أي ما إلا يجيب لك سبحة وبخور ويكون أبوك شيخ فلان حتى أنت تبقى ولي لك. أنت منو؟ محمد. محمد ود منو؟ ود عمر. لا ما ولي. وإنت؟ والله أنا عثمان. عثمان ود منو؟ عثمان ود يادين. لا ما ولي. وإنت؟ أها اسمي محمد. محمد ود منو؟ ود حسنين. ما ولي. وإنت؟ والله أنا اسمي تاج السر. تاج السر ود منو؟ ود الكباشي. بس إنت ذاته يا زول. ولاية بالأبو. الولاية بالأبو يا ناس. ولا الولاية بالإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا شنو يتقون. مؤمن وتقي أنت بتكون ولي لله تعالى كما قال ابن كثير وكما قال السعدي رحمه الله تعالى وجمع من المفسرين. والآية واضحة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. عشان أنت ما تقول أنا ماسك في الأولياء وقال لك لا خوف عليهم. هم ذاتهم الأولياء ذاتهم مش لا خوف على الذين ينادونهم. ولا هم الأولياء يعني يحزنون. الكلام ده لهم هم مش للناس اللي بيتعلقوا بهم. ما قال لا خوف شنو عليهم على الأولياء يعني مش لا خوف على الناس اللي بيتعلقوا بهم. هس ينادي في الشدائد يا فلان الحقنا. تقول له ده ماله؟ يقول لك ده ولي. والولي أجارك الله لا بيطبق السنة وشغال بالبدع وزول دجال كذاب وتعلف ودور حاجات كثيرة جدا. زول ولي بيقول أنا بعلم الغيب ده ولي يخالف كلام الله كذي صادمه طق كذي. الله قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. مش واضحة؟ وقال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ده يقول أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. ده يكون ولي؟ والله ده ما ولي لله تعالى البصادم القرآن. والله ما ولي. وده ما ولي. ده ما ولي البصادم كلام الله ده عدو لله تعالى. وده بتاع الختمية اسمه عبد الله العيدروس في كتاب محمد عثمان المرغني بتاع الختمية وكتاب بعنوان فيوض البحور المتلاطمة. ذاك الثاني بتاع القادرية يقول أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ده ولي لله تعالى. ده بتاع القادرية. ده بتاع السمانية اللي هو عبد المحمود نور الدايم مؤلف له كتاب اسمه النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية. والناس لما يقول الأولياء في السودان ده بيربطوها بالصوفية وديل ما أولياء. ما تزعل كلامنا بحرق الزول لكن والله ده خير لك. ما تزعل خير في الليل تتقلب في المخدة وتصحى نظيف موحد كويس تكون أمورك واضحة. لكن تمشي متكيف من المحاضرة وإنت ما فهمت الحاصل
تكون غشيناك والله الذي لا إله غيره. زول في النصرة العلمية يقول عن عبد القادر الجيلاني، يقول قال الشيخ عبد القادر: الملائكة لهم شيوخ، الملائكة لهم شيوخ، والجن لهم شيوخ، والإنس لهم شيوخ، وأنا شيخ الكل. أنت فاهم كلامه ده؟ وأنا شيخ الكل. يقول الولي بيتطور، يعني تخش عليه تلقاه شاب، تخش عليه بعد شوية تلقاه بقى كبير، تخش عليه يتغير من بشر لحاجة تانية. عديل كده تطور الأولياء. يقول الملائكة بيستشفعوا لله بصالحي البشر، ملائكة. وكلام كثير ومصايب والله الذي لا إله غيره. غير الله يعلم الغيب، غير الله تحلف فيه في الكتاب ده ذاته اللي هو النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، وده كله كلام يخالف شرع الله تعالى. كيف يكونوا ده الأولياء وكذب ويكذبوا على الأمة؟ زول يقول لك الشيخ بيتقلب لأربعين نفر، واحد لأربعين. لو في زول بيتقلب لأربعين، باقي لك كان يوم بدر ما كان الصحابة الواحد يتقلب لأربعين لما الله أمدهم بشنو؟ ملائكة. قال في كتاب ده برع القوم، في ناس بيزعلوا لكن في نحن في النهاية نبين لك الحق، كتاب اسمه لك سلام مني، قال شيخه أحمد طيب البشير نقله من زاهر الرياض، قال مشى مصر مصر ودخل صعيد مصر ووافق دخوله شهر رمضان، صفحة 40 لأربعة وأربعين من الكتاب ده لك سلام مني. والطبعة اللي كانت عندي دي 2003، الطبعة الثانية والثالثة 2003، والبرعي مات 2005 عشان ما يقول لك حرفوها بعد مات وكذا، ومات بعدها بسنتين. قال فوافق دخوله شهر رمضان، فدعاه في يوم واحد نحو 40 من تلامذته للإفطار عندهم. يلاقيه ده يقول له الشيخ أنا تلميذ إن شاء الله تجي الليلة تفطر معانا في رمضان ده. يقول لك ويز بجيك. أمي الثاني يلاقيه بغادي من غير ما يعلم ده، يقول له الشيخ تجي تفطر معانا، مش مفروض يقول له عزموني؟ يقول له بجيك. والثالث بجيك، والرابع والخامس والعاشر والعشرين والثلاثين نحو 40، قال كاتبة كذي كلهم عزمون جد، قال لهم بجيكم. قال فلما حان الوقت وغربت الشمس تطور الشيخ إلى عدد تلامذته. الشيخ اتقلب من واحد لقى شنو؟ هاي ثم حضر عند كل واحد منهم. قام البرع يسوى فيها أبيات، قال في مصر تجزأ للأربعين أحد، والله كرامات ما بتدعد كالبحر بل أزيد. ولحد ما قال في مصر تجزأ للأربعين أحد، من واحد بقى كم؟ أربعين. تاسي بتصدق كلام زي ده؟ كان بيصدقوا، نحن بنوجع في حليقنا زاي، وكان ما بتصدقوا. الزول ده مش كذاب؟ بجوز تاخذ علم من كذاب؟ في الصوفية دل في النهاية موضوع طويل يا أخي، ما في دين بتاع نوبات في شرع الله. جابوهم براهم، الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم شنو؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن شنو؟ القلوب دي كالتاحة قائمة وهيجة وإزعاج وبلاوي. لو ذكر، لو علم شرعي ينشر ده ما يزعج، لكن كلها دقدقة وبلاوي وتل تل تل وكشلوا وكشلوا وجايبيننا بالموسيقى ومداحين، بعد شوية يقلبوا يبقوا فنانين، ما شايف الحاصل عليهم؟ بيلقوا الشغلة مشت بيقلبوها طوالي. زي ديلك أولاد الصادق، ديلك إمبراطور وما إمبراطور، والجماعة ديلك بدوها مديحة الشغلة مشت قلبوها بغادي طوالي، مع أنهم رجعوا كويس مشوا كويس، لكن كله شر في النهاية في لخبتوها كذي. وعليم ربهم في نهاية الأمر، الواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى وعلى الجميع. فكلها لخبته والله الذي لا إله غيره، مصيغة ومصائب. فلذلك الواجب على الناس أن يتقوا الله وأن يعلموا أن الولاية بالإيمان والتقوى. أنت ذاتك تبقى ولي، هس الليلة دي تبقى ولي قبل ما تنوم، بس مؤمن تقي
مؤمن موحد، لا تنادي شيخ، لا تعلق حجاب، لا تمشي لدجال تقول له رايحة وين، لا تعلق كمون في الطفل، لا المرأة تقول وحاد فلان، ولا الراجل يقول وحاد فلان. عقيدتك تبقى في الله نظيفة وتكون تقي، تعمل الأوامر تجتنب النواهي، من يوم الليلة توب، وأي شيء قال لك ده حلال أو ده واجب أو الله أمر به وتعمله سبحانه وتعالى، ده حرمه رب العزة والجلال أو نهى عنه تجتنبه. أنت بتكون ولي، أنت قال الولاء دي أنا ما لقيت الناس السمو في البلد دي، عشان الزمن تم أو قرب، الناس إذا قلت ألا إن أولياء الله لا بيتذكروا أبا بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا الصحابة، ولا بيتذكروا الطوال، بيتذكرون شنو؟ سودانيين زي ونين. السودانيين ممكن تكون ولي السودان، لكن ما ديل ديل غشوك ساي ناس والله غريبين، زول مش ليه دجال يقول ليه شوف ليه الرايحة، وابوه الشيخ كذي الدين واحدي واحدي ذات ملانة بدع ومصايب فيها طقطقة وشال سبحة ومصايب وبلاوي، ويؤذن الأذان ده قاعد في أوضته الدجال ده، وده المشاليه يجي الجامع يصلي ويرجع، في داعي ثاني يرجع له؟ الصلى في بيته ده، الصلى في بيته صلاته بكم درجة؟ مش واحدة؟ والصلى في الجامع بكم؟ 27. أبو 27 مش لأبو واحد يا جماعة، ولا مفروض الزول ده يجيبه ذاته؟ كان في جاية كلها لخبة سايغ، الناس غريبين، ودخلك في محل أنا لقيتها في اليوتيوب دار أختم لك، لقيتها مش في اليوتيوب، جاب لأي واحد من أخواننا شيخ من مشايخنا أخونا مزمل حفظه الله تعالى، بعدين جاب لي المقطع جاي من القطينة وراني واحد. أنا أختم لك بيدي، وإن كان الكلام يطول، الشيخ قاعد صورة وصوت، قاعد ولابس نظاراته وملفح، طبعا بيغشون باللفحة دي بالتلف إحدى، وده تلقاه يلمع نظيف الشيخ، ما شغال لا طلبة لا أي شيء، بياض زاي ومرتاح. بعدين يجي قال خاتين البيت قدامه شابة، والله شفتها بعيني صورة وصوت، وبيجاي أمها وبيجاي كمرة مرصوصات. بعدين جاب الحوار، جا خدت له منقد تاع نار، وجا خدت الحاجة اللي بيسموها بخرة دي، ما بخرة في الدين والله ما في، ولا في محايا في دين الله سبحانه وتعالى، ده كله شغل بتاع دجالين زاد. طب مش ليه محايا يا أخي؟ يشربك لا وهو يمشي الدكتور. طب مش ليه وين الشيخ؟ والله مشى الدكتور، ويجي شايل لك كيس بتاع حبوب وحقن، يدو حقن الشيخ ذاته ويديك انت محايا، لو هي أصلا بتشفي كان مشى دكتور؟ ليه مشى دكتور؟ من كل لخبة سايغة. ويموتوا في يموتوا في المستشفيات، تقال البرعي مات في المسجد، ما مات في وين؟ مش في سايرون؟ ليه مشى المستشفى؟ ده مش سؤال، الناس دي ما بتركز ليه؟ البرعي مات وين؟ لو وصلوا الشغلة دي، شغلته دي نجيضة، من كل لخبة سايغة. فخدت الولد الحوار، خدت المنقد ورمى لها الحاجات دي، بعدين البيت خدتها شابة قدامه، ده شايل له صوت. بعد ذاك خدت فوق لها شنو؟ على ده نختب، خدت فوق لها بطانية غتا تقيل، وغتاه ومشغلين النار جوا وشايل الصوت، بدي صوت بتكورك يا جماعة، زول في وضع زي ده ما بكورك؟ خدتينك جوا بطانية وبخور وصوت بتاع عنج صفجك ويكورك البيت وتقحقح، بس مما قحقحت قال لا ده الجن، يا زول انت مجنون في راسك، وزول جوا في 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 دخان ما بقحقح، امسك الشيخ ذاته دخله جوا الشغله دي ما بقحقح، انت تخش المسلمين يا اخي، مع زول خدته في دخان وفوق له بطانيه ما اصله بقحقح. والموضوع ده طويل وكله لخبطه وهوس في نهايه الامر، خلي الطرق دي كلها والجماعات ابقى حر مستقيم وابقى تقي. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.